كان معوض خطاب الاستقلال عشية استشهاده سنة 1989. فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان راعي هذا الاحتفال ممثلاً بدولة نائب رئيس مجلس الوزراء الأستاذ سمير مقبل، دولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بغي ممثلاً بسعادة الأستاذ قاسم عبد العزيز، دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب مئاتي ممثلاً بمعالي الأستاذ أولى نحاس، دولة الرئيس تمام سلام ممثلاً بحضرة الأستاذ محمد المشنوق. على أمل قريباً تصيروا ثلاثة مش أربعة. فخامة الرئيس شيخ أمين جميل ممثلاً بالسيدة جويس جميل، غبطة البطريرك الكاردينال مارك بشارة بطرس الراعي ممثلاً بسيادة المطران جوزيف معوض، سماحة نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان ممثلاً بالأستاذ معن الأسعد، سماحة شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ نعيم حسن ممثلاً بحضرة العميد إسماعيل حمدان، غبطة بطريرك الأرمن الكاثوليك ممثلاً بحضرة الأب جوزيف توباليون، دولة الرئيس حسين الحسيني، دولة الرئيس العماد ميشيل عون ممثلاً بمعالي الأستاذ جابي ليون، دولة الرئيس فؤاد السنيورة ممثلاً بالدكتور أحمد فتفت، دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري ممثلاً بسعادة الأستاذ نهاد المشنوق، دولة نائب رئيس مجلس النواب الأستاذ فريد مكاري، حضرة الدكتور سمير جعجع ممثلاً بسعادة الأستاذ جورج عدوان، معالي الأستاذ وليد جنبلاط ممثلاً بسعادة الأستاذ أنري حلو، أصحاب المعالي والسعادة والسيادة والسماحة، ممثل قائد الجيش وممثلي قادة الأجهزة الأمنية، النقباء والفعاليات الدينية والحزبية والاقتصادية والاجتماعية والنقابية، ست نيلة، رفاقي في حركة الاستقلال، أيها اللبنانيات، أيها اللبنانيون، عم بخيرونا بين احتلال إسرائيل ووصاية إيران. ما في فرق بين اغتصاب الأرض واغتصاب الهوية. عم بخيرونا بين ديكتاتورية متوحشة وتطرف ديني إلغائي. ما في فرق بين الشبيحة وداعش وأبو الفضل العباس. ما في فرق بين يلي بيسحبوا زلعيم العالم وبيغتصبوا الأطفال وبيقتلوا شعبهم بالكيماوي، وبين أكلة الأكباد، وبين يلي بيغتالونا وبيهددونا كل يوم بقطع الأيدي. ما في تطرف بسمنة وتطرف بزيت. ما في تطرف بسمنة وتطرف بزيت، والإجرام ما بينقاس بمكيالين. بيكفينا بقى يجرونا لهالمعادلة. تنهرب من الديب منلتجي للضبع، وتنهرب من الضبع منلتجي للأسد. هالمعادلة جربت أكثر من مرة بلبنان، وشفنا لوين وصلتنا. تذكروا، تنتخلص من خطر السلاح الفلسطيني نقبل بالضبع السوري ونرش الرز على الأسد الإسرائيلي. بيكفينا بقى هالمعادلة. معقول بعد نلاقي لبناني واحد يحاول يرجعنا تحت عباية بشار الأسد وهو بآخر أيامه
بحجة حماية المسيحيين من التكفيريين؟ ومعقول بعد اللي لبنان واحد بده يقنعنا أنه تنواجه الخطر الإسرائيلي يلي بيهدد أرض لبنان لازم نخضع لوصاية إيرانية بتهدد هوية لبنان وحريته؟ وإذا كان كل يلي ضد إسرائيل بدهم يجيبوه على لبنان، يجيبوا كمان أيمن الظواهري وأمثاله على كرمنا. وعلى كل حال إن شاء الله ما يكونوا جابوه. لا، لبنان لنه مشاع لإسرائيل ولا لحدا، ولبنان لنه أرض جهاد، ولبنان لنه أرض نصرة. لبنان منه ولاية لأي فقيه. لبنان وطن ودولة وهوية وانتماء. لبنان وطن 6000 سنة تاريخ وحضارة. نحن اللبنانيين السياديين مسيحيين وسنة وشيعة ودروز ما رح نقبل لا باحتلال إسرائيلي ولا بتسلط إيراني ولا بحماية نظام سوري. ما رح نقبل لا بتطرف السني ولا بتطرف الشيعي ولا بأي نوع من التطرف. أرضنا وهويتنا، ولادنا ومستقبلنا ما منقبل يكونوا غنيمة لقوى ظلامية يلي حتى ولو تخاصمت تبقى أوجه لعملة وحدة. قوى ظلامية حتى ولو تخاصمت، وجود الوحدة ببرر التانية. مش هيدي هي طبيعة العلاقة بين بشار الأسد وداعش والنصرة؟ بشار الأسد بغزي داعش والنصرة وبيطلع قادتهم من الحبس تيخوف العالم منهم ويبرر استمرار وجوده ولو غصب عن شعبه. نعم، قوى ظلامية حتى ولو تخاصمت بتتفق علينا وبتتقاطع مصالحها وبتتبادل الخدمات. صدفة أنه ما صار في ضربة كف وحدة بالجولان المحتل من سنة 73؟ اتفاق علينا. وصدفة كمان أنه إسرائيل تغض النظر عن دخول دبابات الأسد للمنطقة منزوعة السلاح بالجولان نفسه تتسهل له ضرب شعبه؟ تقاطع مصالح. وصدفة يوضع البعض خطوط حمر للجيش اللبناني حول مخيم نهر البارد حماية لشاكر العبسي، أو حتى يوكل نائب من كتلته لإخراج عمر بكري فستق من السجن. تبادل خدمات. أيها الحضور الكريم، نحن منفهم إيران تعمل مصلحة إيران، ونحن عملياً ما عنا مشكلة مطلقة مع إيران. مشكلتنا مع إيران أنه عم تمس سيادتنا واستقلالنا وقرارنا الحر وهويتنا. طبيعي أنه إسرائيل تعمل مصلحة إسرائيل، وأنه بشار الأسد يعمل مصلحته، وأنه النصرة وداعش يعملوا مصلحة القاعدة. هذا كله طبيعي. هول كلهم على كل حال بيعتبروا لبنان مجرد ورقة أو ساحة جهاد. كلهم بسياساتهم أو بطبيعة تكوينهم بشكل خطر كياني على لبنان. بس الأخطر واللي ما فينا لا نفهمه ولا نقبله أنه حزب لبناني مفروض يكون شريكنا بالوطن، يكون عم يخطف قرارنا تيعمل مصلحة إيران ومصلحة بشار الأسد. يلي ما فينا نفهمه ولا نقبله أنه يتحول حزب الله من شريك بالوطن لقوة احتلال. لما بيكون حزب مهيمن على القرارات السيادية والمؤسسات الدستورية والمرافق الحيوية، مرفق وبور ومطار وغيرهم، أو معطلة، بيكون قوة احتلال. لما بيكون حزب فوق القانون وفوق القضاء وما بيخضع لأي محاسبة، لما بيكون فوق الدستور وبينقض الميثاق وبيصادر إرادة اللبنانيين، بيكون قوة احتلال. لما حزب بيعلن عن نيته صراحة بتشويه هويتنا وتغيير نمط حياتنا حتى يصير لبنان يشبه ويليق بمقاومته، بيكون قوة احتلال. حتى الاحتلال الإسرائيلي والاحتلال السوري لا قدروا ولا تجرؤوا يمصوا بنمط حياتنا وحرياتنا الاجتماعية. حزب أعلن من ساعة نشوءه رؤيته للبنان، موها شوي بعد الحرب،
إنما العقيدة بقيت هي هي، لبنان جمهورية إسلامية تابعة لولاية الفقيه في إيران. حزب ما بده غطى من حدا ولا سئلان عن حدا. حزب بده يانا نخضع وبيدعينا للاستسلام، ساعة بالتهديد والوعيد والإرهاب الفكري والإعلامي، وساعة بالتنفيذ وبالتفجير، ومؤخرا بالاستقواء بالمفاوضات النووية. مع بين أمريكا هي الشيطان الأكبر، طلعنا نحن الشيطان الأكبر. طلعنا نحن الشيطان الأكبر تماما، مثل ما كانوا يقولوا لنا أن السلاح ما بيستعمل إلا ضد إسرائيل، وطلع مشروعنا الأساسي مش مقاومة إسرائيل، وضع اليد على لبنان. بدون يانا نخضع ونستسلم؟ نحن نخضع؟ ما وقت يلي كانوا كلهم سوا اتفقوا علينا، نحن ما خضعنا. 30 سنة احتلال ووصاية ونحن ما خضعنا. نحن أبناء غني معوض يلي استشهد وما خضع. نحن أبناء غني معوض يلي استشهد وما خضع. نحن أحفاد مار يوحنا مارون وفخر الدين ويوسف بيك كرم يلي قال لا، يلي قالوا لا وقاوموا تنبقى بأرضنا. نحن حماية جمهورية الاستقلال، جمهورية كمال جنبلاط وموسى الصدر وبشير جميل وغني معوض ورفيق الحريري. بدكن يانا نخضع؟ رو التاريخ هو بيجاوبكن. وهون بدي أتوجه بكل احترام للسيد حسن نصر الله. لا يا شباب، هاي منا ثقافتنا، هاي منا ثقافتنا، هاي ثقافتنا، هاي ثقافتنا. سيد حسن، منطق ما بدي غطى من حدا ما بيمشي بلبنان. مشروع هيمنة فريق على بقية اللبنانيين كتار جربوه بالماضي وما مشي، واليوم مش رح يمشي. في لزوم ذكر بكلام قاله كبيرنا البطرك مار نصر الله بطرس صفير. بطرياك العيش المشترك والميثاق والاستقلال الثاني، قال البطرياك صفير: إذا خير اللبنانيون بين العيش المشترك والحرية فإن التاريخ يظهر أنهم لم يترددوا أبداً، وخصوصاً المسيحيين بينهم، في اختيار الحرية التي تشكل بالنسبة إليهم مبدأً لا يتزحزح. العيش المشترك يا سيد حسن ما بيكون بالإذعان. العيش المشترك ما بيكون بالإذعان. الطريق يلي عم تسلكوها ما ممكن توصل إلا إلى الدمار الشامل. ليش بدكم توصلونا لهون؟ حتى الطلاق الحبي بيصير مستحيل، وحتى فكرة الفيدرالية مش ممكن تكون الحل، لأنه بالدول الفيدرالية على الأقل في اتفاق على السياسة الخارجية والسياسة الدفاعية يلي هن بالضبط نقاط الخلاف الأساسية اللي عنا إياها مع حزب الله. ولا بدكم تقتنعوا بتحييد لبنان يلي هو جوهر أعلان بعبده، ولا بدكم تقبلوا باستراتيجية دفاعية تحت سقف الدولة ويلي هي جوهر توت الحوار. طب لوين بدكم تاخدونا؟ لوين بدكم تاخدونا؟ ليش بدكم توصلونا على الدمار؟ نحن ما ممكن نقبل، ما ممكن نقبل لا بالخضوع ولا بالطلاق. نحن أبناء ابن معوض يلي استشهد حتى يحقق مصالحة وطنية، مصالحة وطنية لا تستثني أحداً حتى ولا أولئك الذين يصرون على استثناء أنفسهم منها. نحن أبناء الدولة، أبناء الميثاق،
ميساء بشارع الخوري ورياض الصلح وفؤاد شهاب ومحمد مهدي شمس الدين ومار نصر الله بطرس صفاف. هيدا هو إيماننا وهيدا هو خيارنا. الدستور اللبناني، لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، هيك بيقول الكتاب. الله يرحمك يا فؤاد شهاب. لا خضوع ولا طلاق، مواجهة. نعم مواجهة مدنية من أجل لبنان، كل لبنان. جبهة مواجهة، جبهة اعتدال من مسيحيين وسنة ودروز وشيعة. نعم الشيعة يلي عم يدفعوا اليوم ثمن ارتهان حزب الله وخياراته القاتلة، سيارات مفخخة وعمليات انتحارية بقلب الضاحية الجنوبية. شيعة لبنان منن وقود ولا ورقة بلعبة الرسائل الإقليمية. مواجهة لحماية لبنان الميثاق والكيان والهوية والصيغة التعددية. مواجهة لفرض الالتزام بإعلان بعبدة وتحييد لبنان ولحصر السلاح والقرار السيادة بإيد الشرعية اللبنانية. مواجهة لفك الحصار عن دستورنا واستعادة مؤسساتنا الدستورية والتأكيد على حقنا بالديمقراطية وبصندوق الاقتراع وبتداول السلطة. مواجهة حتى نحمي أولادنا، حتى نحمي اقتصادنا الحر ولقمة عيشنا واستقرارنا وكرامتنا. مواجهة حتى نحمي نمط حياتنا ونسهر ونشرب ونمارس كل حرياتنا ونعيش كلنا سوا هون بلبنان، كل واحد على طريقته ولكن كلنا تحت سقف الدستور اللبناني والقانون اللبناني، شاء من شاء وأبى من أبى. المواجهة منا شعار، المواجهة قرار. وما فينا نواجه التطرف والديكتاتوريات إلا بقرار جريء بتشكيل جبهة الاعتدال بلبنان وبالمنطقة. جبهة اعتدال بتشكل حلف مبادئ حول قيم الديمقراطية والحريات والحفاظ على التعددية والتنوع والانفتاح والدفاع عن حرية المعتقد والتعبير واحترام الإنسان كقيمة حضارية ومواكبة الحداثة والتطور. الاعتدال بالسياسة، الاعتدال بالسياسة هو قرار حاسم بمواجهة التطرف. الاعتدال مشروع حياة واستقرار وازدهار بمواجهة التطرف يلي هو مشروع تكفير وتفجير وانتحار. الاعتدال مشروع تعددية وتنوع وقبول الآخر بمواجهة التطرف يلي هو مشروع شمولية ورفض الآخر وإلغائه. الاعتدال بالسياسة هو الاحتكام للدستور والقانون وصندوق الاقتراع بمواجهة التطرف يلي ما بيحتكم إلا للسلاح. نعم تشكيل جبهة الاعتدال، والاعتدال تيتحول لمشروع سياسي لازم يكون اعتدال صلب. الاعتدال منه خنوع، الاعتدال منه ميوعة، الاعتدال منه تردد. الاعتدال ما بيعني نكون بلا لون وبلا طعمة وبلا ريحة. هيدا هو رني معوض، اعتدال مؤمن بالتعددية وبالانفتاح على الكل وبالتواصل مع الكل. تتذكروا كانت سيارته عم تقطع بكل مناطق لبنان وقتها كان في حواجز، وبذات الوقت صلابة بالدفاع عن قناعاته وعن الشرعية وعن لبنان. هيدا رني معوض، الاعتدال الصلب بمواجهة هيمنة النظام السوري حتى الشهادة. هيدا هو رني معوض وهيدي هي صورة لبنان. وبهالمناسبة بالذات بتوجه لرفاقي ب 14 آذار ولكل رفاقي السياديين وبدعيهم تنكون الركيزة الأساسية لإطلاق جبهة الاعتدال بلبنان. ومثل ما كنا سباقين بزرع بذور الثورات بالعالم العربي، خلونا اليوم نكون رواد بتأسيس جبهة الاعتدال العربي ونكون شركاء بعالم عربي بيشبهنا تيبقى لبنان يشبهنا. المواجهة على البواب وتنربحها ما فينا نخوضها بالمفرق. المواجهة ما بتنخاض لا حزبياً ولا فئوياً،
المواجهة ما بتنخاض لا طائفياً ولا مذهبياً ولا حتى 14 أذرياً بالمعنى الضيق. بدنا نوسع شوي. بيكفي الجدل حول جنس الملائكة ولبنان الدولة والهوية عم بيسقط. ما حدا ينغش. المواجهة ما بتنخاض إلا إيد بإيد، شيعة وسنة ودروز ومسيحية، تحت راية جبهة الاعتدال، أحزاب وقوى سياسية ونقابات وشباب وشيوخ وعمال ومزارعين وإعلاميين ونخب، مقيمين ومغتربين. وهون بدي خاطب المسيحيين اللبنانيين، وجودنا على هالأرض منه وجود صدفة ولا عرضة. هيدا الوجود منه مني من حدا، نحن انتزعناه وسحقيناه بمقاومة جلودنا وتضحيات أبائنا. نحن لا عزنا ولا عايزين حماية لا من أقليات ولا من أكثريات. نحن رسمنا دورنا بهالشرق وقاومنا دفاعاً عن هالدور. نحن شهدنا لقيم الحرية وحقوق الإنسان والنهضة والحداثة والاعتدال والانفتاح. شهدنا واستشهدنا دفاعاً عن هالقيم. نحن اليوم مدعوين تنجدد إيماننا برسالتنا وبدورنا. مدعوين تنواجه ثنائية الطغيان والتطرف بلا خوف بلا تردد، ومثل ما كنا طالعين بالنهضة العربية مدعوين اليوم تنكون بأساس تكوين جبهة الاعتدال بلبنان وبالمنطقة. ما حدا يدفشنا على التقوقع. نحن ما فينا ننكفئ لأن النار عم توصل علينا. منا مشاكل خارجنا أنه والله نحن خلينا نقعد ببيوتنا وما في مشكلة يا شباب، خليهم يتقاتلوا، هيدي طالما ما وصلت لعنا. لا، وصلت لعنا وشفتوها، عم تشوفوها كل يوم على الطرقات وبثقافتنا. دورنا مش أنه نتفرج، دورنا مش أنه ندعم تطرف بوجه تطرف ولا استبداد بوجه تطرف. دورنا أنه نشكل همزة وصل وتفاعل ورابط صلب بين المعتدلين من كل الطوائف والمذاهب، لأنه قيمنا التاريخية ومشروعنا يلي اسمه لبنان ما بيعيشوا إلا بالاعتدال. وبهالمناسبة بالذات وبما إلها من معاني، بتوجه للعماد ميشيل عون الحاضر بيناتنا، ممثلا بالوزير جابي ليون، ونحن مقدرين هالمبادرة. جنرال، تخاصمت وتصادمت مع رئيس بني معوض سنة 89، وتبين لك بالوقائع بعد اغتياله أنك كنت أقرب له مما كنت مفكر. بس بالنتيجة النظام السوري هو يلي استفاد من هذا الخلاف. اغتيال غني معوض، اغتيال غني معوض تمهيداً لـ 13 تشرين ونفاك، واعتقل الدكتور جعجع ليحكم قبضته على لبنان. خلينا كلنا سوا ناخذ العبرة من الماضي. مشروع حزب الله يلي كشف عن وجهه الحقيقي ما بيشبهك، وما بقى حدا قادر يتعايش معه. وإذا انتصر لا سمح الله هيدا المشروع، رح ندفع نحن وياك الثمن. جنرال، مكانتك منحترمها، ومكانك الطبيعي هو حكما الدفاع عن الدولة وعن الشرعية. بدعيك اليوم، مكانك الطبيعي هو حكما الدفاع عن الدولة وعن الشرعية. بدعيك اليوم وبكل صدق أنه نتخطى الحساسيات والاصطفافات قبل فوات الأوان، ونتلاقى نحن وياك إيد بإيد بجبهة الاعتدال تندافع عن لبنان، عن هويته، عن الشرعية، عن موقع رئاسة الجمهورية يلي إذا خلينا يسقط تسقط الجمهورية. وختاماً، نداء لكل قوى الاعتدال بلبنان والعالم العربي،
قدمنا خيارين، يا ننتصر يا ننتصر. نحن أكترية، نحن أكترية حكما أكترية، ولكن ما بيكفي نكون أكترية، لازم نترجم هالأكترية ونحقق مشروعها. لازم نشمر عن زنودنا ونجمع عناصر قوتنا لنحمي خياراتنا ونواجه مع بعض الأنظمة الدكتاتورية وكماشة التطرف، كل التطرف. المواجهة منا بين مذاهب وطوائف، منا بين مسيحيين ومسلمين، منا بين سنة وشيعة، منا بين أكتريات وأقليات. جوهر المواجهة هو بين الاعتدال والتطرف، ونحن والاعتدال أكترية. عايش الاعتدال، عايش الاستقلال، عايش لبنان.